بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض بقى دلوقتي ان احنا هنروح على الفوتوشوب ونعمل البوست بروتكشن بتاع المشروع. هندخل بقى على الفوتوشوب وهنختار من قائمة فايل وسكريبتس حاجة اسمها load files into stack. هيطلع لنا هنا ويندو كده، هنعمل براوز ونختار الفايل اللي احنا سيفنا عليه الصور اللي ترندرت، يعني موجود هنا اسمه فاينل ريندر، تمام. وهنختارهم كلهم، في بعض صور بس ممكن نستثنيها اللي هي بتاعت الانفايرومنت عشان احنا مش حاطين حاجة في الانفايرومنت اساسا، فممكن نشيل دي. تمام كده احنا اخترنا كل الصور اللي ظاهره معانا، نعمل اوكي، هنلاقيهم كلهم نزلوا عندنا هنا. نضغط اوكي تاني هنا، هنبص نلاقيهم بينزلوا على هيئه ليارات فوق بعضها كله. طبعا هنستنى لما الصور كلها تنزل. كده خلاص كل الصور عندي نزلت. نشوف بقى فين الصورة الأصلية اللي هي الار جي بي. هناخد الصورة دي وهنحطها هي تبقى اول لير، تمام، وهنطفي كل دول. وهنشغل واحدة واحدة. خلي دي برضو كده نطلعها للآخر. تمام. طيب. هنا الفيري سبيكولر. تمام. هنيجي نقيدها كده. هنلاقي الدنيا ظلمت. طيب بنعمل ايه؟ فاكرين لما عملنا المابة بتاعت كومبوزيت وكانت تو لير فوق بعض، وقلنا ان اللير اللي فوق اللير التانية اللير دي بتخفي اللير اللي تحتها، وعلشان تبينها قلنا ان اللون الاسود كنا بنختار له سكرين واللون الابيض بنختار له مالتبلاي عشان يكون شفاف. طب انا دلوقتي عندي الصورة لونها بالاسود، عشان اخلي كل الاسود ده شفاف عشان يظهر اللير اللي تحتها نختار كلمة سكرين. طب هي فين نختارها؟ منين؟ من كلمة نورمال هنا. نقف بس على اللير الأول ونختار كلمة سكرين. راقبوا كده اللي هيحصل، الصورة اللي تحت بدأت تظهر. طب لما نطفي دي كده عايزين نعرف ايه الفرق. في حاجة فرق اهي، في لمعان فعلا في الصورة. طيب لو انا حاسه ان هو شديد شويه وعايزه اقلله، بنقلله منين؟ من الاوباسيتي، بنيجي هنا نقدر نقلله كده. تمام. مثلا لو حبيت اخليه مثلا 30%، تعالوا نشوف كده في فرق ولا لا. فرق بسيط جدا، خلينا 50. راقبوا هنا برضو في الجزء ده كده، دي برضو لمعان، ممكن نخليه بسيط احسن، نخليه 30%. تمام. طيب الصورة اللي بعدها الريفراكشن، هنا في ازاز وهنا في ازاز. تمام. الصورة ظاهرة عندي بلون اسود ولا ابيض؟ ظاهرة باللون الاسود.
وقلنا عشان نخلي الاسود شفاف بنختار هنا من النورمال سكرين. طيب برضو عشان نشوف ايه الحاجة اللي هي فرقت معاها اهي، ده الفرق اللي حصل. ممكن برضو من خلال الاوباسيتي ان احنا نقللها شوية، خلينا برضو نخليها 30%. اللي بعدها الريفليكشن تديني امكانية ان انا اخلي هنا الارضية لمعة برضو بزيادة فيها ريفليكشن اكتر، هنا برضو الرخام ده فيه ريفليكشن اكتر، هنا برضو نفس الكلام فيه ريفليكشن. برضو تعالوا نحط معاها سكرين ونطفي كده ونشوف ايه الفرق. نبص كده على الأرضية هنا، حسينا انها لمعت بزيادة، بقت عاملة ريفليكشن اكتر. تمام، وممكن نقلل شوية، ممكن نخليه 50%. تعالوا نصفي كده، تأثير بسيط احسن. ممكن نخلي مثلا خليه كده 40. بنفضل نقلل لحد ما نوصل لحاجة بحس كويسة ومعقولة، بحيث انها ما تكونش اوفر قوي يعني، دي كده معقولة. طيب ندخل على اللي بعدها، فيري لايتنج، ده كل الاضاءة. برضو هنختار سكرين، لا المشهد بتاعنا نور، نقدر برضو نقلله من هنا نخليه 50% مثلا. او ممكن نخليه 20% لان عندي لايتس كتير وهلعب فيها دلوقتي، نغير فيها. تمام، في 20 معقولة. طيب عندي اللايت ده، ده اللي هو الفيري لايت سفير اللي كانت موجودة هنا. طيب نعمل برضو سكرين، منوراي الجزء ده. تمام، وممكن برضو نقلل شوية، ان احنا عمرنا في الغالب ما بنخليهم كلهم 100% يعني. ندخل على اللي بعدها نشوف انهي اضاءة. اللي بعدها دي الاضاءة بتاعت الفيري سفير اللي كانت هنا، برضو نختار سكرين ونقلل الاوباسيتي. تمام، ندخل على اللي بعدها، دي الاضاءة بتاعت الكوريدور اللي هنا، السفير برضو اللي ما كانت موجودة. طيب برضو هنعمل سكرين لانها نورت بزيادة جدا، الاول كانت احلى بصراحة. نقللها شوية، وممكن ما نستعملهاش خالص لو مش عايزين يعني، هي مثلا هي كده احلى بصراحة، هي مش محتاجة انها تزيد. يعني ممكن نخليها مثلا لو خليناها 10% بس كفاية، حاجة بسيطة كده. اللي بعده دي الإضاءة بتاعت المش لايت، برضو هنعمل كده سكرين وممكن نقللها شوية، ممكن أخليها 10% كفاية، مش باينة، هي أساسا معقولة. الإضاءة اللي بعدها دي جاية من الجزء اللي في الجنب ده، نعمل لها برضو كده سكرين، حاجة بسيطة يعني، هي معقولة. واضح
من المنطقة دي كده بتأثر فيها اهي، ممكن نخليها 50%. اللي هي مقصرة حاجة بسيطة. ندخل على اللي بعدها، دي الإضاءة المخفية، يعني لها برضو سكرين. طبعا دي مش محتاجة انها تزيد، وإلا هتبقى فيه حرق في الصورة يعني. وانا رأيي ان احنا اصلا ما نستخدمهاش، انا مش محتاجاها اساسا، ان هي كده درجة الإضاءة فيها معقولة. ندخل على اللي بعدها، برضو إضاءة جاية من المنطقة دي، نعمل سكرين، نقلل شوية. ممكن 10%. بصوا في الحتة دي كده، يعني مأثر عليها حاجة بسيطة. دي الإضاءة اللي داخلة من الشباك، نعمل لها سكرين ونقللها شوية. خليها 10%، تبقى حاجة بسيطة واضحة برضو اهي. تمام، دي انهي لايت؟ بتاع ال من عند المكتبة اللي فيها التي في سكرين برضو. نقلل ده كده شوية برضو. تمام، دي برضو 10، حاجة بسيطة. في عندي ايه تاني؟ الجلوبال اليومينيشن. ايوه تمام، برضو سكرين. اي حاجة معمول لها جلوبال اليومينيشن هتلاقيها ظاهرة هنا معايا، بس انا مش حباها لانها خلت المشهد باهت. او نجرب كده نقلل الاوباسيتي شوية، يعني ممكن نخليه 5% مثلا. نيجي بقى للمهم اللي هو ده بقى بيفرق معايا جدا في البوست برودكشن. بس نخلي بالنا المرة دي الصورة بيضة، يبقى لما هنيجي نستخدم من هنا نستخدم مش سكرين، هنستخدم المالتي بلاي. طب هو ضافي ايه بقى؟ تعالوا بقى نطفي كده ونراقب شوية كده المشهد هيبقى عامل ازاي. لو طفينا ده، انا ممكن اكبر بس الصورة شوية. ايده تاني، شايفين دي نتيجة الفي ريدرت اللي احنا حطيناه في الاكسترا تكست. شايفين كل حاجة فيها تفصيلة، او بمعنى اصح كل حاجة فيها منطقة غطسة. تلاقوا فيها لون غامق بتاع الفيري ديرت وزي شادو كده بسيط. لو نطفيها تاني، طبعا فرقة جدا في الصورة، بتديني واقعية جامدة قوي. بس يستحسن ان احنا بلاش نستخدمها بنسبة 100%، نخلي الاوباسيتي بتاعها هادي شوية. يعني ممكن مثلا نجرب 50 الاول ونطفي ونقيد كده ونشوف. يعني الاول كده كانت الصورة بالشكل ده، لما حطينا الفي ري اكسترا تكست بقت بالشكل ده. اعتقد 60% معقولة. يجي اللي بعده، سيلف اليومينيشن، نفس الكلام، نختار سكرين، نهدي الإضاءة شوية.
ممكن نخلي اكسترا تكست كده 70 عشان الاضاءة زادت. ده بقى الار جي بي كولر. ممكن يا اما سكرين يا اما مالتي بلاي. طب تعالوا نصفي كده ونشوف هو ضفتنا ايه. مجرد ان هو بيديني حاجة اشبه كده بالكونتراست شوية لو انا اخترت المالتي بلاي. طب لو انا اخترت سكرين هنلاقيه فتح لي لون المشهد. تمام، انا حباها بالمالتي بلاي اكتر، بس نخلي دي مثلا 20%. او 10 عشان برضو المشهد ميغمقش اوي. او لو احنا مش حابين نستخدمها يبقى ملهاش لازمة، مش مشكلة. طب دي ايه بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه بقى الواير كولر ده؟ ده هيفيدني بايه في البوست برودكشن؟ شايفين الالوان دي؟ لو فاكرين البانل اللي هنا دي واحنا شغالين بالماكس اول ما رسمناها كانت باللون ده، صح؟ والسقف برضو كان باللون ده. تمام، بمعنى ايه؟ وانا بشتغل الماكس كل ما بختار اعمل حاجة بتطلع الماكس بيختار لها لون. المفروض وانا شغالة ان انا ما غيرش الالوان دي. ليه؟ لاني بستخدمها بعد كده في البوست برودكشن عن طريق الواير كولر. طب انا بستخدمها في ايه؟ لو انا عندي مثلا الليفينج ده كله ظاهر عندي باللون الاسود، واي حاجة ظاهرة عندي باللون الاسود اقدر دلوقتي ان انا اتحكم في درجة اللون بتاعتها، يا اما افتحها يا اما اغمقها. تمام، يا اما برضو اقدر ان انا اغير اللون كله. طب تعالوا نجرب كده. الاول هندي كده ايه ليها سكرين عشان اقدر اشوف. تمام، طيب هنمسك الماجيك تول دي وهنعمل هنا سيلكت، اختار لي ايه؟ تعالوا نشوف كده. اختار كل حاجة باللون الاسود، صح؟ في الجزء ده اقدر اختار ده كمان، ماشي، بس انا مش عايزاه. فاحنا بنضغط هنا اللي انا ما عايز استثنيه استثنيه. تمام، طيب نرجع تاني كده نعمل له سكرين ونشوف ايه اللي انا ممكن اعمله. شايفين العلامة دي؟ دي نفس اللي موجودة هنا اللي اسمها الادجستمنت. تمام، بس انا مش هستخدمها من هنا، احنا هنستخدمها من هنا. نبقى واقفين كده على اللاير دي ونضغط على العلامة دي ونختار احنا عايزين نعمل ايه. لو مثلا عايزة اديله شوية كونتراست شوية فانا بختار الكونتراست، ظهر معايا هنا فوق، اقدر ان انا ازود من خلاله الكونتراست والبرايتنس. تعالوا كده نراقب كده الليفينج، شايفين اللون؟ اديته شوية كونتراست، صح؟ تخيلوا كده ان انا وانا بطفي كده، تعالوا شوفوا الفرق. تمام، اظن كده بقت واضحة احسن. ممكن حاجة بسيطة كده. طيب ايه تاني ممكن احطه؟ ممكن مثلا احط color balance، دي ممكن تخليني اغير اللون خالص، بس احنا مش عايزينها، تعالوا نمسحها. ماشي، انا بحب دايما استخدم الكونتراست شوية بحاجة بسيطة كده. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟
طيب ممكن يجي دلوقتي في ذهنكم سؤال، طب هو انا سبت اللاير دي وانا عاملاها سكرين، ايه ده؟ هو ليه لون ده اتغير ولون ده اتغير كده؟ هو الصوره هتفضل كده؟ لا، انا هطفي ده دلوقتي وانا مش هستخدمه، انا خلاص انا استفدت بالكونتراست اللي انا عملته فوق. هل مازال موجود؟ اه. طب تعالوا نجرب كده، مازال كده موجود معايا. ولو انا عملت كده برضو وحبيت ان انا حتى ازود اهو، خلاص مسموح لي ان انا ايه ازود. تعالوا نخليها 40، نطفي كده ونقيد. تمام، دي انا بفعلها بخليها ظاهرة لما بعوز اختار حاجة بس اغير في لونها، غير كده بتبقى مطفية. طيب تعالوا مثلا ممكن ندي كونتراست للجزء ده، طبعا واحنا بنعمل سيلكت نتاكد ان احنا معلمين على العلامه دي عشان يعمل اكتر من سيلكت واحد. تعالوا نشوف كده، نديها برضو واحده تانيه. اه نطفي ده الاول، شايفين برضو؟ نقدر نخلي دي 20. تمام، وممكن بقى نراجع على باقي الحاجات اللي موجودة عندنا، يعني مثلا نراجع على الريفليكشن، ممكن نخلي مثلا 40%. ممكن نخلي ده 10% بس. تمام، بالنسبة للجري لايتنج بقى ممكن نزوده شوية، ممكن نخليها بقى 50%. وعندي هنا ده ممكن أقلله شوية، 20. والاكسترا تكست ممكن برضو نقللها شوية، كنا عاملينها 70%، لا خليها 50. تعالوا نشوف كده التأثير بتاعها، 50% كفاية. تمام، ممكن بقى كمان في إضافة جميلة ممكن نضيفها، موجودة اهي، شايفين دي؟ تعالوا كده ناخدها كده نسحبها على الفوتوشوب، ونصغرها شوية، نضغط على شيفت والت ونفضل ضاغطين عليهم مع بعض وفي نفس الوقت نصغر كده. تمام، وتعالوا نرفع دي فوق. اه نعمل الاول انتر، نرفعها فوق الاول عشان تبقى فوق المشهد كله. نضغط كنترول تي، نصغرها اكتر، واحنا ضاغطين برضو على شيفت والت عشان تصغر من جميع الجهات. اضغط انتر. لو انا قربت كده هلاقي ان ده
زي اللينس افكت اللي كان موجود في اللايت ميكس. انا بحب بصراحة، انا بفضل ان انا اضيفه من على الفوتوشوب احسن. ممكن نصغرها اكتر. تمام كده. تعالوا نشوف كده من بعيد شكلها ايه. ماشي كده، حجمها معقول تهيألي. سنة صغيرة بس تكبر، سنة صغيرة. ناخدها بقى كوبي كده، شيفت والت مع بعض، ونحط عليهم كلهم. وممكن برضو من خلال الاوباسيتي ان احنا نقللها شوية، يمكن هي اصلا بسيطة يعني. ممكن برضو نعمل في دي كده. تمام. مش باينة، اعتقد نكبرها شوية. فدي اضافة لو حابين ان انتوا تضيفوها ممكن نضيف. طيب في ايه تاني ممكن نعمله؟ حابة برضو ان انا ازود الريفليكشن شوية، خلينا نخليه 70%. وهنا الكونتراست بتاع ال 10%. ماشي. والتاني 20. حاجة بسيطة يعني. لا ممكن نخلي 20 برضو. او نخليه 15، حاجة متوسطة كده، تبقى حاجة بسيطة. ممكن بقى ندخل نعمل كروب للصورة. كروب تول عشان الجزء اللي كان ظاهر مطرح ما كنا عاملين كليبينج. تمام. ونضغط انتر. وكده الصورة أصبحت جاهزة عندي. دي الصورة اللي على الشمال، دي الصورة اللي طلعت من الماكس، واللي على اليمين دي بعد البوست برودكشن. طبعا شايفين الفرق بين الاتنين. بعد ما ظبطنا هنا الإضاءة وظبطنا الألوان بكده، احنا خلصنا الورشة بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم واستفدتم منها، وأتمنى أن أنا أشوف تطبيقات كتير لشغلكم على الورشة دي.